ضربة ركنية هيلعب فيصل الكندري، هو برضه هو هو برضه هو، بقول لكم صاحب الكورة، هو هو صاحب الكورة، ما قلت لكم من زمان هو اسمه مرزوق الغانم، فهو مرزوق وهو دائما غانم، هو من مواليد منطقة الجزاء، هو دائما هداف يتقدم ولا يخاف، ويا جماله يا جماله. سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك محمد صباح ونائب رئيس مجلس الوزراء مع الهدف الثاني، هو هو برضه هو، مش معقول مش معقول، لا 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 لا، الحق يا جاسم يا يعقوب، الحق يا جاسم يا يعقوب، والحق يا فيصل يا بخيل. سيد الفاضل سعادة ناصر الروضان، يا 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 لعيب يا لعيب، يا للزمن الجميل. الدولي السابق فواز الفضل أمين عام مساعد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مدافع نادي الكويت سابقا، بلمسة سحرية من خالد الروضان، خالد الروضان عمل له الدليفري، عمل له خدمة توصيل الطلبات للمنازل لينجح فواز الفضل نجم الكويت. وهذا الجيل الجميل في السبعينات يقدم لمسة جميلة، وتاني تاني تاني، مش معقول، هم هم برضه هو، مش هو بس هو، نفس العام الماضي، تمريرة طولية من عبد اللطيف الروضان أمين عام مجلس الوزراء، والتمرير والتمويه والخداع من خالد الروضان، يا جماله يا جماله. هذه على طول مرزوق الغانم، مرزوق الغانم، يا مرور يا مرور، لا 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 لا، الشعب يصرخ الشعب يصرخ، أنا الشعب أنا الشعب، لا أعرف المستحيل، ومرزوق الغانم ما له حيلة، هدف لبدر الملا، الدكتور بدر الملا المحامي الكبير، هو محامي الشعب، يدافع عن الشعب. نعم نعم نعم، يا جماله يا جماله، بص شوف مرزوق الغانم بيعمل ايه، سجل هدفين وصنع هدف، وهذا الهدف الحكومة في موقف حرج،